أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قبولها لجميع المراسلين الأجانب الزائرين والمقيمين المعتمدين لدى المركز الصحفي البالغ عددهم 680 مراسلا أجنبيا. هذا وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها إن 680 مراسلا أجنبيا منهم 540 مقيما و140 زائرا سبق أن تقدموا للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية ويمثلون كبريات وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية من جميع أنحاء العالم.